جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا الزائر: عندنا في بلدنا كثير من السحرة، فما تنصحنا في كيفية التعامل معهم ومع الذين يذهبون إليهم، وما نصيحتكم للأمة في شأن التوحيد؟ لا شك أن السحر ذنب عظيم، وهو كفر أكبر يخرج من الملة، وحد الساحر ضربة بالسيف، ويجب على ولاة الأمور منع السحرة والأخذ على أيديهم، فإن أبوا فالواجب قتلهم منعا لشرهم. بل بعض أهل العلم قال: الساحر يقتل وإن تاب، لأنه لا يؤمن، لأنه لا يؤمن. ما معنى هذا يا أخوة أنهم يقولون أنه ما تقبل توبته؟ لا، بينه وبين الله الله أعلم به، لكن يقول ما نأمن شره، ولا زال يعرف السحر. فبعض أهل العلم قالوا حفاظا على الناس يقتل وإن تاب، وإن كان الراجح أنه إن أظهر التوبة ولم يظهر ما يكذب توبته أنه لا يقتل. ولكن قتل السحرة ليس لأفراد الناس، سواء وجدت حكومة أو لم توجد. بعض إخواننا في بعض الدول التي فيها اضطرابات يقولون: يا شيخ، نريد أن نقيم الحدود والقصاص، نرجم الزناة المحصنين ونجلد الأبكار منهم ونقيم القصاص ونقتل السحرة. نقول: ما يجوز هذا إلا تحت راية معتبرة شرعا، وإلا صارت الدنيا فوضى، الجار يتهم جاره بأنه ساحر ويسري عليه ويقتله. ولا شك يا إخوة أن كثرة السحر بسبب ضعف التوحيد. لن يظهر السحر حتى يصبح ظاهرة في قوم يغلب عليهم التوحيد الصادق. وإنما السبب ضعف التوحيد والتعلق بالسحرة والكهنة والمشعوذين. وهذا يعطي طلاب العلم بيان أهمية أن يدعوا إلى التوحيد، وأن يعمروا بلدانهم بالدعوة إلى التوحيد. دعاة الشر حتى في باب التوحيد كثر. الآن في التلفزيونات في كثير من دول العالم الإسلامي يدعون إلى ما يخالف عقيدة السلف، يدعون إلى ما يخالف التوحيد، وطلاب العلم يتفرجون. يجب يا إخوة أن نقوم بواجبنا، وأن ندعو إلى الناس، أن ندعو الناس إلى التوحيد بحكمة وعلم ولين، لعل الله عز وجل أن ينقذ من وقع من إخواننا في مخالفة التوحيد من هذه المخالفات. ولعل في هذا كفاية، وأذكر الإخوة بما اتفقنا عليه، أن الدرس ينتهي على الكرسي، ما يمشي معي أحد ويخرج معي أحد، حتى لا نؤذي إخواننا الجالسين في المسجد في هذه الأيام التي يكثر فيها الزحام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.